الموضوع الثاني اللي بغى نطرق ليه هو شكري الخاص للقضاء المغربي اللي برأني من حساب حمزة موبيبي أنا والأخت ديالي ابتدائيا واستنافيا، ولا كلمة فوق كلمة القضاء. وما نقدرش نكذبوا القضاء لأنه كاين أوراق وكاين أحكام وما نقدرش نكذبوها. نكونوا كنكذبوا على أنفسنا قبل كل شيء. فشكرا للقضاء المغربي اللي برأني من هذا الحساب اللي دار زوبعة كبيرة، واتضح في الآخر ابتدائيا واستنافيا أننا احنا وأنا والأخت ديالي ما عندنا حتى شي علاقة. وأنا غنقرأ لكم دابا الحكم ديال القضاء، فيستحيل نضربوا في القضاء المغربي. كما نعاود نكرر لكم، لا كلمة فوق كلمة القضاء المغربي. ملي كيصدر قرار، يصدر حكم من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، فهنا نقطة. رجع للسطر. هاد الزوبعة هادي أخواتي اللي كتشوفوا فيا دابا، وهاد الفتنة في البلاد بدات بمؤامرة محبوكة 100%، وكنسطر عليها بالخطوط الحمراء والعريضة. بدات بسكرينات مفبركة، بدات تحريض الصفحات على اليوتيوب، بدات تحريض موقع، بدات انه كيجيو ناس حدا المحكمة كتعطاهم مبالغ باش يضربوني الكرشي وانا حاملة، وباش يشوهوا لي السمعة ديالي. بهذا الشيء باش بدات هذه الفتنة كاملة وهذه المؤامرة، لان كنقول لكم مؤامرة وانا متأكدة منها. وهذه المؤامرة غصدمكم بواحد الخبر، انه اللي كان سند اللي كان سند ليا وكتصحابوه بارك معايا في المغرب على اساس انه سند ليا وكيبغيني، شنو غيتضح ليا في الاخير؟ انه هو اللي كيخرج اسراري وكيخرج كل اي حاجه كتقال عندي في الدار، فين مشيت فين جيت. كنت كنوقف غير ناكل شي حاجه، كيوقف عليا واحد الموقع كنقول اوه كيفاش عرفوني انا كاين هنايا. اتضح في الاخر لو كاين جي بي اس في الطوموبيله ديالي الى غير ذلك. هذه مجموعه من الاسرار اللي نتوما ما عارفينهاش. علاش كنرجع نقول لكم مؤامره؟ يعني اللي كان سند ليا تسمصر فيا مع الطرف الاخر على قبل الفلوس، بينما الفلوس وسخ الدنيا. ولكن الغدر فين ممكن انه الانسان يخبع وجهه من الله سبحانه وتعالى؟ اوكي غنمشيو للسيده او الناس اللي داروا الشكايه. منهم واحد السيده اللي كذبات الكذبه وتيقاتها. علاش كطلعت السيده وكتقول لكم انا درت شكايه بالحساب؟ حتى لهنا حنا متفقين، درت شكايه بحساب حمزه مومبيبي. واخا يعني هي معينهاش فيا، هي ما دارت شكايه باسمي باش ضرني او دخلني السجن، وما دارت شكايه باسم اختي، لا هي دارت شكايه بحساب حمزه مومبيبي. وفي الاخر الشرطه القضائيه تصلح لها انه حنا هما حمزه مومبيبي. لا يا ساده، غنكذبوا محضر ديال الفرقه الوطنيه؟ لا ما يمكنش ليا نكذب
الفرقه الوطنيه. انا هذه غنحطها لكم في ستوري من بعد غتشوفوها. هذه شكايه ديال هذيك السيده اللي كتدعي انها دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. لا، هي اشارت بالاصابع لدنيا باطمه وختها، وانا غنذكر لكم السبب علاش دارت بيا الشكايه، انني انا وراء حمزه مون بيبي. اسمعوني مزيان، وافيدكم ان مجموعه من الاشخاص يقفون وراء ما تم نشره ضدي بحساب حمزه مون بيبي على تطبيق انستغرام، واخص بالذكر كلا من المسمات دنيا باطمه والمسمى واحد السيد اخر، ويرجع سبب هذا التشهير في حقي الى عدم دعوه المسمات دنيا باطمه الى حفل خطوبتي. تخيلوا السبب اللي درت بيه الشكايه، ولاسباب شخصيه اخرى. اولا، انا ما عنديش بيك علاقه شخصيه وما كنعرفكش، وانا كنت سباقه بالحفلات ولا انتظر من احد دعوه، كنت سباقه بالحفلات الفخمه لبنياتي وكنت من الصواب والادب انني كندعو اللي معايا زملاء في الوسط الفني، وكانت هذه السيده وحده منهم. انا من عادتي كنكبر بالناس، هذه هكا كبرت كنكبر بالناس، يعني ما عنديش علاقه شخصيه بها. حتى اللي كان يعني كتتصل وهذا، كانت واحد البنت معايا، يعني ما عنديش علاقه بك شخصيه باش تكتبي، ولا اسباب شخصيه اخرى، ما كنعرفكش. سمعتوا الشكايه؟ ماشي مشكل. هنا غنقول لك ستوب، لانه 4 سنين وانتي كتكذبي على الراي العام وانا ساكته. 4 سنين وانتي كتحرضي القنوات ومنهم صحابك اللي كتطلعي وتدردكي معاهم وتشطحي، انا ساكته. وسنين وانا كنتعاير من موقع لا اتشرف بذكر اسمي في لايف فيه 151,000، لانه دون المستوى، واخا اللي كيسب ليا في الشرف ديالي وفي السمعه ديالي وفي عائلتي الى غير ذلك، طلعت غني معاهم واصدقاء ديالك الروح بالروح ها، وهيجتو ناس جا وحده المحكمه كيضربوا ليا انا في كرشي، واستغرب انه السند اللي كان معايا كانت تضرب الكرشي وكانت عاير وكانت هان، وتعرضت لجميع انواع التنمر والحقره الى غير ذلك، والدفال بنادم تيدفل عليك حدا المحكمه حشومه هو كيتفرج. انا كنت كنحط علامات استفهام على هذا الامر، حتى الاخر عاد نكتشف مجموعه ديال الاشياء. كاع هذا الشيء وقع ليا وعمري 4 سنين ما طلعت وشوشت على القضاء المغربي ولو بكلمه، بالرغم من انه تبرأت انا واختي ابتدائيا واستنافيا، وهذا الشيء اللي غنطرق ليه دابا لانه كذبت كذبه اخرى وطيقاتها. وانا دابا غادي نمشي ونقول لكم الحكم ديال القضاء المغربي، اللي لا كلمه فوق كلمه القضاء المغربي. انا استغرب هاد الناس اللي كيكذبوا الكذبه وكيطيقوها وكيبغيو يلصقوا فيك الحاجه بالزز، بالرغم من انه الحكم كيقول حاجه اخرى، القضاء كيقول حاجه اخرى. وللعلم، لانكم نتوما اخوتي، يمكن كاين الناس اللي ما عارفينش القانون. انا تدخلت العالم المحاكم عاد استوعبت بزاف ديال الحوايج. انا ملي صدرت حقي حكم الاستئناف، واخا من بعد درت النقد. النقد هو مرحله اخرى من بعد الاستئناف، كان يعني كان طعن المحامي ديالي على قرار الاستئناف. من بعد كيدار النقد. النقد ماشي كيدينك بشي حاجه اخرى، لا، النقد ديالك كيديرك ان هاد الطلب انه مقبول ولا هاد الطلب مرفوض، يعني كيأيد حكم الاستئناف لا اكثر ولا اقل.
حيت كاين اللي طلع وهضر وكيكبروا المواضيع وما عارف شنو. النقد ما كيدينيش بشي حاجة أخرى، لا، فقط اللي مبني عليه الحكم في الاستئناف كيأيدوا النقد لا أكثر ولا أقل. فأنا ملي درت طلب النقد داروا لي رفض الطلب. لهنا ما عنديش مشكل، أنا القضاء المغربي على راسي وعينيا، وأنا أنهم برؤوني من الحساب هذيك بالنسبة لي الدنيا وما فيها، بالنسبة لي الدنيا وما فيها. أنا غنقرأ لكم ما جاء في حكم المحكمة بالنسبة للمتهمة دنيا بطمة بعدم مؤاخذة المتهمة. الله يخليكم سمعوني مزيان، حيت كاين اللي كذب الكذبة وطيقها فعلا وبغى بزاف يلصق فيا انا واختي انه حنا صحاب الحساب. بينما اكرر ابتدائيا واستنافيا انا واختي بريئات من حمزة، من حساب حمزة مبابي، ما كندخلوا ليه، ما كنشروا فيه تصاور، ما كنبتزوا الناس، ما كنقتلوا ناس فيه، ما كان حتى شي حاجه، حتى حاجه. انا غنقرا لكم دابا الحكم اخوتي وانتم شهدوا. بعدم مؤاخذه المتهم من اجل جنح المشاركه عمدا في عرقله سير نظام معالجه الاليه واحداث اضطراب فيه وتغيير طريقه معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والتهديد وتصريح ببراءتها من أجل ذلك. شنو كيدير حمزة مبابي؟ هي كتقولوا أنه كيشوه الناس ويحطوا فيه تصاور ويبتزوا فيه الناس، والناس وصلوا عائلة تشردوا، ناس ماتوا حيت ابتزوهم ونزلوا لهم تصاورهم، و احنا بريئات من هادشي ماشي ديالنا. شي اللي قال القضاء واش حنا غنضربوا في القضاء؟ لا يعقل، يستحيل نضربوا في القضاء. انا غنمشي لختي. بالنسبة للمتهمة ابتسام باطمة بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل جنح الدخول إلى نظام المعالجة، شهادة الدخول إلى نظام المعالجة هو دخلي في ذاك الحساب، ما كيناش، تبرأنا من هذا الشيء، حنا ماشي مالي الحساب وحنا ما كنبتوش فيه تصاور وما كنشوهوش الناس وما كان هذا الشيء كله تبرأنا منه، ماشي حنا حمزة مبابي وما عندناش القين السري. هذا في الاستئناف. في الاستئنافية الحمد لله تكتب لينا البراءة ديالنا بنفس هذا الشيء، والضاف انه ما عندناش القين السري، يعني ما كنقدروش ندخلوا لهذا الحساب، حنا ماشي ماليه. فحشومة وعيب وعار انه الانسان يكون كبير وعنده عقل ويبقى يضل الرأي العام ويبقى يكذب عليه طول هاد السنين ويبقى يتعنى بالقوة، يتعنى بالقوة يموت بالضعف، والقوي ما كيدورش، الضعيف اللي كيدور. القوي عمره ما ديما قلبه كبير، ديما الا تقالت في حقه شي كلمه الا كانت زوينه كتزيدو ثقه في النفس، الا كانت خايبه انا واثق في نفسي ما تهز فيا حتى شي شعره هذيك الكلمه، ولكن تهز فيا شعره الا كنت انا دايراها. ملفز كيقفز، ولكن انا ملي نكون ما دايرهاش بالعكس. اربع سنين كنقول لكم انا واحد الموقع نازل فيا ليل ونهار، وانا عارفه شكون اللي كيقول لي هكا باش تبقى تنازل على كل أربعة السوايع، ولكن كيهزو فيا حتى شي شعره لانه كل ما يقال لا يهمني، ما كيعنينيش حيت انا ماشي كيما كيقولوا، دونك ما كيعنينيش. الله يحسن العوان، كياخذ فلوس خاصو فلوس، الله يحسن العوان. الا كان هذا غادي انا سميتي غتزيدو شويه الفلوس باش يقدر يصرف على عائله، او انا ما عنديش مشكل، ولو انه في التنمر، ولو انه في كياكلوا في لحمي اربع سنين وخمس سنين وست سنين، ما عنديش مشكل. دخل على ولادك ووكلهم هذيك الماكله، وملي طلع عند سيدي ربي شوف شنو غتقول لي، وملي غنتلاقاو انا وياك تما ديك الساعه شوف شنو غتقول الله سبحانه وتعالى. انا اقرا لكم بالنسبه لاختي ابتسام باطمه
بالنسبة للمتهم ابتسام باطمة بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل الجنح الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب به وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والتهديد والتصريح ببراءتها من أجل ذلك.